بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كما عودناكم دائما مع تلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على شهادة البكالوريا، نتمنى لهم النجاح جميعا. أكيد اليوم رايحين يشوفوا المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى اللي يحتاجوها كذلك في مادة الفيزياء. إذا المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى هي المعادلة التي تكتب من الشكل Y فتحة يساوي AY زائد B. إذا المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى هي معادلة أو هي مساواة تربط بين مشتقة وعبارتها الأصلية أو بين عبارة ومشتقتها. إذا قلنا هي مساواة تربط بين العبارة ومشتقتها. مثلا إذا فرضنا أن العبارة الأصلية هي Y فإن مشتقتها هي Y فتحة. إذا المعادلة من الشكل Y فتحة تساوي AY زائد B، إذا حلها دائما يكون على الشكل التالي. إذا الحل، إذا حل المعادلة Y فتحة يساوي AY زائد B هو f دو x، حيث ال f دو x تساوي ال k اكسبونسيال ax ناقص b على a. اذا لو نشوف مثلا مثال، في المثال الاول قال لك حل المعادله التاليه. المعادله الاولى y فتحه يساوي 2 y ناقص 2. لو نشوفوا المطابقه الشكل هذا مع الشكل هذا، معناتها المعادلة هذه اللي هي قلنا Y فتحة تساوي 2 Y ناقص 2، لو نطابقوا مع الشكل تاع المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى اللي هي Y فتحة تساوي الـ AY زائد B، نلاحظ أن الـ A يساوي 2 والـ B يساوي ناقص 2. إذا حل المعادلة هو الـ F دو X. لاحظ معي هنا كا اكسبونسيال، عندنا ا اكس بما انه الا تاعنا يساوي 2 معناتها 2 اكس، ثم ناقص بي على ا، اذا ناقص 2 على 2. اذا الاف دو اكس تساوي الكا اكسبونسيال 2 اكس ناقص 2 زائد 1. اذا بما انه اعطاني شرط اخر او اعطاني معلومه اخرى، راه يقول لي باللي الحل تاع المعادله يحقق الاف لصفر يساوي صفر. اذا نعوض في الداله الاكس بالصفر، اذا ماذا نجد؟ تمام، ونعلم ان اف لصفر يساوي صفر. هذا ماذا يعني؟ يعني ان ك اكسبونسيال 2 في صفر زائد 1 تساوي صفر. هذا يعني ان الكا في الاكسبونسيال صفر زائد 1 يساوي صفر، ونحن نعلم ان الاكسبونسيال صفر دائما يعطينا 1. اذا الكا في 1 يصبح لنا كا زائد 1 يساوي الصفر. اذا الكا يساوي ناقص 1، اذا كا يساوي ناقص 1. اذا نعوض بالتعويض في العباره تاعنا هذه. اذا شنجد؟ نجد ان الاف دو اكس يساوي ناقص، معناتها عوضنا الكا بالعدد ناقص 1، ناقص اكسبونسيال 2 اكس زائد 1. اذا هذا بالنسبه للمعادله في المثال الاول. لو نشوفوا المثال الثاني كذلك، قال لك حل المعادله. المعادله دي شو تقول؟ قال لك 2 y فتحه زائد 4 y تساوي 8. إذا قبل ما نروحوا للحل، رانا نلاحظوا باللي المعادلة ماهيش مكتوبة على الشكل Y فتحة يساوي AY زائد B، إذا يجب كتابتها على هذا الشكل. لو نكتبها على هذا الشكل شو تصبح لي؟ تصبح لي 2 Y فتحة تساوي ناقص 4 Y زائد 8. الآن لو نقسم الطرفين على العدد 2 تصبح لنا Y فتحة تساوي ناقص 2 Y زائد 4. إذا المعادلة مكتوبة من الشكل Y فتحة يساوي AY زائد B، هذا يعني أن الـ A يساوي ناقص 2 والـ B يساوي 4. إذا مباشرة الحل من الشكل، حل المعادلة من الشكل F دو X يساوي، قلنا K
او الحل كما شفناه سابقا ك اكسبونونسيال ا اكس ناقص ب على ا. اذا يصبح لنا ك اكسبونونسيال ا اكس، اذا هو ناقص 2 اكس زائد ناقص عفوا ب على ا، اذا ناقص 4 على ناقص 2. اذا تصبح لنا الاف دو اكس تساوي ك في الاكسبونونسيال ناقص 2 اكس زائد 2، ناقص على ناقص زائد 4 على 2 تعطينا 2. كذلك اعطاني الشرط الثاني، ايش قال لي؟ الحل يحقق اف لناقص 1 يساوي 3. اذا نعوض في المعادله هنا فنجد اف ل ناقص 1 يساوي 3، هذا يعني ان الكا اكسبونونسيال لو نعوض هنا بالناقص 1 تولي لنا 2 زائد 2 تساوي 3. اذا هذا يعني ان الكا اكسبونونسيال 2 يساوي زائد 2 تروح من هي تولي لنا ناقص 2، اذا تصبح لنا 1. اذا الكا يساوي 1 على اكسبونونسيال 2، اذا كا يساوي اكسبونونسيال ناقص 2. اذا نذهب للحل تاعنا اللي هو ها هو الحل تاعنا، هذا في مكان كا نعوض قيمته اللي هي اكسبونونسيال ناقص 2، فتصبح العباره اف دو اكس تساوي اكسبونونسيال ناقص 2 في اكسبونونسيال ناقص 2 اكس زائد 2. اذا الاف دو اكس تساوي، نعلم ان اكسبونونسيال ا في اكسبونونسيال بي يساوي اكسبونونسيال ا زائد بي من خواص الداله الاسيه. اذا تصبح لنا اكسبونونسيال ناقص 2 اكس ناقص 2 زائد 2، وهذا هو حل المعادله تاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ونتمنى لكم الجميع التوفيق المره القادمه ان شاء الله.